طب استوفاء الكوره مكسب وخساره اكيد. فكابتن بيسو راجل شعنون اهو يعني عنيف التشجيع، لما بيخسر النادي بيحصل ايه بقى في البيت؟ هو يعني هو بصراحه ما بيزعل بس يعني مع نفسه، لكن ما بيطلعوش علينا بصراحه. انت امير قوي يا كابتن. انا مقتنع بحاجه، انا دخلت البيت بسيب الحوش من القرف بتزعل بره، البيت له وضعه. في حاجه حلوه اقولها في البيت، كويس تتقالي بالبيت، الوحش اخرجه قبل ما ادخل البيت. ده انت حكيم والله يا كابتن. لا يا دكتور كده ما ذنبهاش حاجه. صح. بامانه ربنا والله، حتى لو مع زمايلي ما ذنبهمش حاجه اللي انا اكون مقصر. التكسيره ليا انا، الزعل ليا انا، لكن الابتسامه الحاجه الحلوه دي اللي حواليا. الله ربنا يعزك يا كابتن، ربنا ما بيكسب بقى كمان بيديني المكافاه. طب الله، المفروض بقى زي ما بينكدش عليكي لما يكسب ما يعملش حاجه. لما بتكسب بتفرح اللي حواليك. اه ليها مكافاه بصراحه، يعني كل ما بنحسب فوز بديها 50 جنيه مكافاه. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يسعدك يا ترسانه ويكتر انتصارات. ربنا يخليك لنا يا كابتن. طب عايزين نشوف بقى حد من تانيين من الرابطه، من مشجعي الرابطه. تمام، فينا اللي عايزين دلوقتي نندهوا. الاستاذ اشرف مدكور. استاذ اشرف، اشرف مدكور، اهلا وسهلا. أهلا انت صحيح. ماسك رابطه محبي وعشاق الترسانه. ايوه صح. ايوه صح. ايوه بتشجعوا تقولوا ايه؟ بنقول الترسانه يا حبي حته من قلبي، حط ايد على ايد، الترسانه حديد. بهدوء كده. اه لا ده نروح ننام بقى. لا ما في الات في الات معانا للتشجيع، وفي ناس بتحب الترسانه اكتر مننا برضو، مش موجوده دلوقتي ظروفها ما تسمعش. فبتبقى كتره. بتبقى كتره، وبعدين احنا ما بنقعدش ساكتين في المدرج. تشجيعكوا ازاي؟ يعني انا لما بروح ماتشات المنتخب، انا طبعا بنت ما بروحش المنتخب. مصر انتوا بتعملوا ايه؟ ترسانه يا حبي يا حته من قلبي، ترسانه يا حبي يا حته من قلبي. أيوة. جوه القلب مفيش غير الشواكيش، جوه القلب مفيش غير الشواكيش. اديله ميه اديله نار، الترسانه فريق جبار. اديله ميه اديله نار. اها اها الترسانه فريق جبار. اها اها جوه القلب مفيش غير الشواكيش، جوه القلب مفيش غير الشواكيش. والله لفينا يعني العالم، لفينا زي الترسانه ملقينا. ملقينا اكيد، والا كنت قلبت. لا طبعا اي حد كان قلب والله. العظيم لا مفيش. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، اللي جايبنا احنا التصوير الكبير ده عندكم هنا، ولا الكوره ولا الابيض فازرق ولا الدوري ولا اي حاجه. هو البني ادم الوفي، هي الوفاء اللي جايبنا. أيوة. مش الكوره والله. وعايز اقول حاجه في حق ناس موجودين وناس رحل عننا. انا يمكن اصغر سنة من عم سيد بيسو، بس يمكن لما شفت عم سيد بيسو شفت ناس من نوعيه عم سيد بيسو، انا حبيت النادي ده اكتر ما كنت بحبه. يعني انا شفت الانتماء معاهم، فعشان كده انا حبيته وبقيت احب النادي اكتر. فالحمد انت لله. بقى مش زي كابتن بيسو، شكلك بتروح تنكد عليهم في البيت لما تخسر. والله لا مش بنكد، قد ما انا بقفل على نفسي كده وخلاص. يعني انا برضه عشان بقى انا محب للاهلي برضه، بس يعني ايه، النهارده الاهلي بيلعب والترسانه بيتمرن، باجي التمرينه بتاعه الترسانه ما بقعدش. اللي في القلب في القلب. لا معلش بس الترسانه. طب الترسانه تعتمد اعتماد كلي على اسماء الاساطير اللي لعبوا معاكم. عايز اعرف مين اكبر لاعبين نادي الترسانه عشان نفتكرهم ونقول اساميهم في التلفزيون. لا يتعدى ولا تحصى نجوم الترسانه على مر العصور كلها، عشان ما انساش حد. الكابتن بريم الخليل، اعرف الكابتن صلاح فتاح، الكابتن شكري عبد الفتاح، الكابتن الشاذلي الله يرحمه، الكابتن مصطفى رياض ربنا يديله الصحه. لا لو كلمت على حتى اللي طالعين، حتى اللي لسه الاحدث، كل كابتن غزال الجديد اللي اتاخد، الصغيرين برضه. لا ده انا عشان كده بقول لحياتك اجيال متعاقبه، واحنا الحمد لله بنمد منتخب مصر بنجوم افزاء فعلا. خلاص عندكم لعيبه كويسه ونادي جميل اهو، مشجعين زي الفل. الحمد لله. دي كل وسائل النجاح ان شاء الله يا رب. لا طبعا الحمد لله. تفرج. نعمل من ربنا خير ونتعشم في ربنا خير في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وتكون داخلتكم ان شاء الله النهارده علينا في الشهر المفترض ده. يا رب. تكون فتحه خير ان شاء الله. هفتكر كل مره اشوف حاجه للترسانه هفتكر. ربنا ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. احنا متعودين يا كابتن بيسو دايما بيكون معانا فنان بورتريه بيرسم الضيف معانا في الحلقه ونديها لك واحنا ماشيين عشان تفتكرنا، تفتكر اليوم ده. ربنا يخليكم يا فندم وشاكرين على ذوقكم الجميل الجميل الجميل. اهو ميرسي يا عبد الله، الفنان عبد الله هو اللي بيرسمه. ميرسي. ممتاز يا كابتن عبد الله. الف الف شكرا يا فنان. شكرا يا فندم. هسيبك انت بقى مع البورتريه بتاعك وياخدوا لك صوره حلوه كده في المدرجات بتاعتك. ما منزلك الثاني.
أو منزلك الأول. ربنا يخليك، ربنا يعزك يا كابتن. اتفضل يا كابتن. أنا عشت في النادي ده زيادة عن بيتنا. من حبنا في الكورة، الكورة حبتنا. شفنا احترام الخصم، تشجيع بدون إسفاف. الدنيا دي في عيني 90 دقيقة أهداف. شجعت طول عمري وكبرت سنة ورا سنة، وكل جيل يجي يكمل اللي اتبنى. تعالى شجع الشواكيش.